لكن انت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى، عظيم. دار تغني عن الناس، شفت البتيخ ده بس بيغنيهم والله. شفت ما البتيخ ده اي، قول له يا جماعه البتيخ ده الزول بيشقه ما عارف جوا فيه شنو. البتيخ ده فيه كم بذره، واحد بتقوم شجر، والبتيخ ده جوا فيه مويه وهو من مويه، وفيه طعم سكر والمويه مسيخه. الدوك لا يقول لك دي مويه مسيخه ودي مويه طعمه، ليه البتيخ ده جا فيه سكر؟ انا داير اعرفه طاعم ليه؟ والله تغنعون. وهذا كله خليه، قول لهم السما دي خلقها منه الله. يا ناس ده براه ما مغنى، الموضوع ده ما مغنى. مهندسين يا اخ مقاولين، واحد يجرك يوم، واحد بتاع بنيان في البلد مسكني قال لي راح انا اوريك الشغله بتاعتي، شوف التحفه المعماريه دي، خششني بيت توشك. انا قال البيت فاضي، لقيت المره تتضاير تجر ورا التوب، ولا حقه البيت بس بناو، تعال خش. والمره بيجاي الطفل وبيجاي، وجرد بيغادي شافت الشغل جرد بيجاي. بعدين قال لي اها شغلي ما نظيف، قلت لا اخ شغلتك دي كذا مرقنا من الموضوع ده، ما يجينا عكاز ولا شيء. والله انا في نفسي لا وسط ذاته قلت هذول مرقنا، ده عشان يقنعك بدخلك بيت ساي. السما دي جت ما اقنعت الناس دي. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. والله مهندس يقول لك والله انا جيهت الكهرباء دي، بعد شويه هناك تعين الكهرباء وزب فيوز طق يوقفوها. النجوم دي يوم طفت كهربتها كم؟ الجمره بتاعتها كم؟ النجوم دي السحاب شيل لك لوح بتاع تلج، اقيف الساعه 1 ظهرا ثبت التلج ده نقطه ما تنزل، ما بتقدر بنقط منك. السحاب ده الله موقفه فوق قدر الجبال فوق، والنقطة ما تنزل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ده كله ما مغنع، الأرض ما مغنعة، البشر إنت ذاته وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأول شيء تبدأ بالعقيدة، وبعدين تعال عديل، ولو لا تنادوا شيخ، لا في شيخ بينفع ولا في شيخ بيضر ولا تعلقوا حجاب. قال تعالى في القرآن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وري الناس العقيدة الصحيحة، لا تراب بينفع لا قبة بتنفع إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه. نصوص تحفظ القرآن تحفظ السنة، وطالب علم ده ما يمر عليك وقت لو تحفظ نص من النصوص، نصا من النصوص. القرآن ده احفظه، واحفظ السنة، واقرأ منهج السلف، واسمع وما تضيع زمنك تسمع لفلان وعلان ناس مشبوهين وناس كل يومين ثلاثة بمنهج جديد. اسمع للعلماء الكبار، شيخ فوزان، الشيخ ابن باز، عثيمين الألباني، وشيخ ربيع، شيخ محمد ابن هادي، مشايخ كبار فضل نحسبهم والله حسيبهم وموجودين، اسمع لهم ونستفيد. ما تضيع زمنك ساي، زول يجي يديك كلام يبكيك، عود نفسك تبكي بالقرآن تبكي بالسنة، يجيب لك قصص كذا يحيرك مرة واحدة، يقول لك في القبر ومرق دخان، ذاك اسمه منو؟ مغامسي، ويك الناس تبكي، مصايب ثقيلة وبلاوي. يا أخي عود نفسك تخشى على القرآن تخشى على السنة، وخليك قوي وثابت. زمن دول الذي رفع السماء داير زول أقوى من الأسد.